انضم معنا عبر الهاتف مراسلتنا من ذي قار منى البدري. مرحبا بك معنا، كيف هي الأوضاع في ذي قار منى؟ أهلا بكم. طبعا لا زالت التظاهرات مستمرة في ساحات الاعتصام في شارع الحبوبي. اليوم خرج الآلاف من الموظفين التي تمثلها جميع النقابات، نقابات المحامين، المهندسين، الأطباء، المعلمين. كانت دعوة من يوم البارحة لهذا اليوم. أيضا طلبة المدارس خرجوا وطلبة الكليات. لحد هذا اليوم الاعتصام ما زال مستمر، كل المدارس مغلقة، كل الكليات الأهلية والحكومية كذلك، كل المدارس يعني لا زالت مضربة عن الدوام. ليلة البارحة حدث انفجار بعبوة صوتية في أحد الصنادق التي موجودة في الغراف التي تقدم الخدمات المتظاهرين. طبعا يوجد هذه الأيام في محافظة ذي قار ككل استهداف للناشطين والصحفيين والفنانين التشكيليين. قبل أمس الأول أيضا حدثت 3 انفجارات في المساء، أحده في حي التضحية والآخر في الفداء والإسكان الصناعي، لكن دون وقوع أضرار، يعني ما عدا أحد في حي الفداء أحد التفجيرات استهدفت طفل وامرأة في إصابات طفيفة. طيب أود أن أسألك، إنه هذه التفجيرات التي حدثت في هذه المناطق التي ذكرتها، هل هي تجمعات المحتجين؟ نعم، لا، التفجيرات فقط في الغراف كانت تجمع المحتجين يعني في أحد الصنادق، لكن التفجيرات في اليوم الأمس الأول في الأحياء الثلاثة التي ذكرتها لكم هي كانت تستهدف منازل الناشطين والفنانين التشكيليين في محافظة ذي قار الذين يروجون للتظاهرات. أيضا لاحظنا أن أغلب شيوخ العشائر رفضوا دعوة مقابلة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي والرذوخ له، وأغلبهم كانوا متواجدين في ساحات الاعتصام وهم لا يؤيدون هذا الاجتماع. لاحظنا أيضا نزاهة ذي قار قامت باستقدام الكثير من المدراء العامين السابقين في قضايا فساد في مدراء الدوائر والكثير من الموظفين. لحد هذا الوقت أيضا الاعتقالات مستمرة في ما بين المتظاهرين. طيب هل لديك إحصائية معينة بالتحديد يعني عن عدد المعتقلين الآن؟ يعني لا نستطيع الآن أن نحصر المعتقلين، لأنه يوجد مثلا الكثير يأخذونهم يعتقلونهم في ثاني يوم يطلقون سراحهم، والاعتقالات لا زالت متبادلة. يعني مثل ما كانوا يطلقون سراح البقية يعني الآخرين يقومون بالقبض عليهم. منى البدري مراسلتنا من ذي قار، شكرا لانضمامك معنا.